جينا بقى لعبة بابا وماما، لعبة التسعينات اللي لسه مكملة لحد دلوقتي، بس عاملين لها ابديت كده خطير. كل واحد يرفع بالونته فوق راسه. يلا يا رامز. ايه التخوف ده؟ ترقب رهيب. الابهات جاهزين؟ طبعا انت كنت نفسك في ميه. متحفز كمان ليه كده؟ بحب افرقع. بحب افرقع. طيب يلا بينا نبتدي بمحمد. قولي ولد بحرف الالف. قولي ولد بحرف الميم. محمد. ماشي. قولي لي بنت بحرف الكاف. كاميليا. كاميليا. قولي لي بنت بحرف الر. روز. ايوه طبعا. قولي لي بلد بحرف الميم. موريتانيا. قولي لي بلد، بس بنروح لك. تحفظ رهيب. بلد بحرف السين. سنغافوره. سنغافوره. ماشي. قولي بقى ولد بحرف الزين. زين. زين طبعا. ولد بحرف الميم. غير محمد. ما قلنا غير محمد. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. إبراهيم. إبراهيم. يلا يا بابا. أيوة يا بابا إبراهيم. محمد. إزاي ماشي. بنت بحرف نون. نوران. نوران. يا رايقة والنبي شكلها تكسب كده. وإيه أكلة بحرف الكاف؟ خمسة أربعة كشري. لا ماما فرقها على ماما. ما على ماما. ماشي يلا الحمد لله. بتقول لك على ماما. ماشي ماما. قولي لي بلد بحرف الكاف. خمسة. كوريا. برافو ماما. قولي لي أكلة بحرف الر. خمسة أربعة. رز أرز. طيب تلاتة سوين. اتنين. رنجة. برافو. سلمى. قولي لي بلد بحرف الت. خمسة أربعة. تايوان. برافو يا سلومة. ماشي ماما. قولي لي أكلة بحرف الط. خمسة. طعمية. برافو. محمد قولي أكلة بحرف الر. خمسة أربعة. رمان. شاطر والله. قولي لي بلد بحرف الجيم. خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد. كده الأسرة دي كلها راحت، والأسرة دي مكملة كاملة، فبالتالي الأسرة دي كاملة هي اللي كسبت التحدي كاملا. برافو والله العظيم على الفريق الأحمر. تعالوا نشوف التحديات بقى والحاجات اللي احنا نخش عليها. ايه شاطرين.